وهلا وصلت للفقرة اللي قريبة جدا من قلبي وبتأكد انه قريبة من قلبكم كمان. نجم من نجوم الغناء العربي الأصيل ومن الزمن الجميل، دخل لقلوبنا بصوته الحنون والمنفرد، ومن أول دخوله الفن لحد هاللحظة هو نفسه، هو الشخص الدؤوب والمحب للمهنة، وخلينا نقول يلي متحمل كل صعوباتها بسبب الرسالة السامية بالموسيقى والفن يلي من أول مسيرته لهلأ حاملها. معانا عبر السكايب من لبنان الجميل الفنان نقول القصة. يسعد أوقاتك أستاذ نقولة. يا أهلا، يسعد أوقاتك وأوقات المشاهدين الكرام. طمنا عنك، أخبارك، الحمد لله، صحتك؟ كتر خير الله، بخير، لبنان الجميل بألف خير بمحبتكم، إن شاء الله قريباً يصير بألف خير بمحبة أهله. أستاذ نقولة اشتقنا لك، اشتقنا لك نحن كسوريين، اشتقنا لحفلات نقول القصة بسوريا. وينك؟ ليش ما عم تجي لعنا؟ يلا قريباً قريباً جداً نجي لعندكم. الظروف شوي، الظروف يلي يعني اجت علينا على البشرية جميعاً خلتنا نكون شوي بعاد عن الحفلات، وحتى بلبنان يعني الحفلات مش من زمان لرجعت شوي تنشطت، والحمد لله ان الله راد بكره احلى مثل ما ان شاء بنقول. الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. استاذ نقولة، خلال الاسبوع الماضي هيك انتشر خبر جميل جدا اكيد، يلي هو قيام المنظمه الدوليه لحقوق الانسان والقانون الدولي بتكريم نقولة القصة، اكيد نتيجه مسيرته الفنيه واعمال يلي قدمتها خلال كل مسيرتك. احكي لنا اكثر. نعم. عن هذا التكريم، شو سببه هلا؟ تفاصيل اكثر، كيف انت تقبلت هذا التكريم؟ كيف وصلك؟ كيف حكوا معك؟ والله يعني مبدا التكريمات هيدي محفز اساسي لكل فنان، لكل حدا عم بيعمل اعمال ان كان فنيه او غيرها. مبدا التكريم هو بيحفزك لحتى تستمري. كيف صارت؟ الحمد لله يعني المستشار خالد السيد ما في معرفه مباشره انا وياه، تابع وشاف، وكنا بحفل تكريمي انا وحضرته كمان بهذا الحفل، وقدمت انا اغنيات ومشاركه، وكان يعني كان فني لافته من زمان وانبسط انه تعرف علي وشاف طريقه شغلي وشاف مسيرتي كيف عم بتكون، وبدون اي مطب يعني بدون اي مطب او بدون اي ظرف معين يحول لي قراري بطريقه ممارستي الفن. يعني شاف الثبات وشاف انه في مقابله شخصيه جامدة بهالموضوع هيدا، بالرغم من الزمن اللي عم نعيشه يلي كله تحويلات وديفياسيون، بس الواحد لا يقدر يمكن يجيب شوية ترند من هون صح. أو شوية أصوات من هون، ولو اضطر يغير مبدأ مبادئه أو اختياراته أو خياراته بالكلمات تبع نعم. أغنيته، لأنه على طول هي الكلمة في البدء، وقت تنزل مستوى الكلمة إنه بتصير قال السهل الممتنع، وما أدراك ما هو السهل الممتنع. يعني بقى شاف مقابله شخصية تستحق التكريم، وحكي مع المؤسسة الأم وشافوا أرشيفي وشافوا كتير إشياء، والثبات اللي ماشي اللي حضرتك قلتيه بالمقدمة، طبعا وكلهم ذوق بهاللفتة الحلوة اللي فرحت لي قلبي مثل ما فرحت قلب كتار من اللي بيحبوني وبيتابعوني. قديش سعيدة يا أستاذ نقولة أنه وصلك الكلام يلي كان مقصود بالمقدمة، فعلا طلع من القلب. مشهور 100% عنك 100% انك سبطية شخص جدا، يعني انا دؤوب، شخص بشكر محبتك وبشكر شكرا لك، دقتك بوصفي. شكرا كثير لك استاذ نقولة، هذا شرف لي اكيد ان يكون معك بلقاء وليس العكس. للصراحة استاذ نقولة، قديش تغير الزمن من ايام استوديو الفن؟ خليني قارن، بدي رجعك كثير شوي لورا، كثير شوي. قديش تغير الزمن وقديش، او تحديدا الفن، وقديش تغير نقول القصة؟ حاسة ما في اكيد بشخصك هلا عم نقول انه اكيد لا تغيير، ولكن معقول كل هالظروف الصعبة ما غيرتك شوي؟ لكن مش قصة كل عمره يعني، خاصة بالفن يعني، والحياة مشوار يعتبر قصير يعني، ما بيعرف هالشعور هيدا لازم يفهمه انه مشوار، والواحد حلو يكون في ايدنتيتي، الايدنتيتي هي الايدنتيتي، الواحد يكون عنده وقت تجيبي سيرة حدا دغري بيجي براسك حالة معينة،
تمام. يعني بتجيب، ما بدي اذكر اسماء، دغري دغري، يعني في اشخاص بتذكري اسمهم دغري بتروحي على الاستعراض، يعني جسد وكذا وشويه قصير تنوره صحيح. وخبريت، ولا ممكن يجي براسك مثلا قصيدي بالنحو لا اكس ما بدي اسميها، اوكي. او العكس صحيح، او العكس صحيح لاشخاص لمجرد ان ذكر اسمهم دغري بتحسي برهبه بوقار صح. باحترام دغري، سبحان الله. يعني هيدي الايدنتيتي انا ما فيي استغني عنها، ما فيي، ولو انه مثلا حساباتي بالبنوك اقل من غيري بكثير او هالامور، ما فيي. يعني بشكر ربي انه وقت ينذكر اسم الاولى القصه عند كتار اللي بيحبوني والما بيحبوني، ممكن حدا ما يحبني بس بشك انه ما يحترمني، بشك اذا ما بده يحترمني بحس انه خارج عن نطاق هذه الدنيا، يعني لانه بالنهايه كل انسان بيحب يكون وقت حدا عم يحضر فنان بالتلفزيون يتمنى انه ابنه او بنته تشبه النوع من الفن، اكيد لازم يكون يحبني، لانه ولا حدا بيحب يكون ابنه عاهر او صح، ابنه أكيد فاجر او أكيد. ابنه هالامور هيدي. بقى الحمد لله الحمد لله، موضوع يرضيني جدا ولم اتغير وما تغيرت، بعدك حبيبي ما تغيرت، الله، هاي غنيتي. كملها 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 أستاذ. نقولها بدنا نغني كمان، أنت ما تتخيل نحن وشو قديش. ما قلت انت حبيبي، شو ما قلت مرتاح تعبان فرحان زعلان، انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت، كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هي آخر مرة، راح تنسى حبي بالمرة وبعدها ندمت ورجعت، كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هي آخر مرة، راح تنسى حبي بالمرة وبعدها ندمت ورجعت. الله 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 الله، يحمي لك الصوت يا أستاذ نقولة، شكرا شكرا ويطول شكرا، بعمرك ويخليك مثل ما أنت مثل ما أنت. الحمد لله بمحبتكم، شكرا. أستاذ نقولة نزلت قولي لنا أول السنة أو بشباط بالصدفة صحيح؟ وبعدها صدفة بشهر هيك نزلت لنا ما بتسأل، صحيح، وما عاد نزلت لنا شيء. أو يخرب بذوقك ليش هالقد طميعة دخلي، وأنا كتير. أصلا بفترة أنا كورونا مو بس أنا، جمهورك أستاذ نقولة هو اللي عم بيطالب منك بأنك ترجع نشيط أكثر، نحن بحاجة أغاني راقية يا أستاذ. بكرة قريبا شو بيقولوا غد قريب، يعني قريبا رح تسمعوا أشياء كتير حلوة، أصلا أنا هلا عم بطلع معكم من الاستوديو تبعي يلي عملته ضمن فترة كورونا لأجل الوقت الضايع اللي كان مارق، وأسست استوديو وما بتسأل سجلت عندي وكلماتي وألحاني، نعم وصدفي كلمات نعمان الترس وألحاني وتنفيذي اثنيناتهم تنفيذ استوديو تبعي، يعني حلو. بقى أغنيات بالنسبة لي برفع راسي فيها وبنبسط فيها، وقريبا رح تسمعوا أشياء حلوة كتير كمان بوعدكم. أخذوا حقهم، حسيت أستاذ نقولة ما رضيت ليكي عنهم. قصة الحق، هو الحق بده يكون نوع من وقت بدك تعملي التسويق، هو التسويق القصة صح، في كحقهم، ماركتينج انه لاجتا. اللي سمعهم وحبهم اكيد حبهم اخذوا حقهم. طبعا تسويقيا ما سوقتهم انا بطريقة مثل ما كنا نسوق مثلا ما تغيرت وغيرها بفلشة كاملة على الفضائيات وما ادراكي بالوقت الحاضر شو الامور السبب؟ شو السبب المرئية بعد شو هالرجعة، بتكلف مالي. يعني بعد الانقطاع وبسبب الفترة اللي قطعنا فيها، ليش فعلا ما اهتميت فيهم لتسويقهم أكثر؟ يعني عم بعمل كنت نوع من اثبات وجود، وليس فقط انه اعمل واطرح بقوه كثير، لانه الموضوع كثير بكلف مال، يعني ان كان بالمحطات المحليه اللبنانيه ولا وين ما كان عم بتكلف شوي، التسويق عم بيكون مكلف كثير، وما صحيح. كنت بواقع انه هالقد اصرف على التسويق. نعم. طب أستاذ نقولة، شو رأيك بعالم السوشيال ميديا؟ عظيم، بالإنستغرام والفيسبوك، أنت فعال نشيط مع أنا هدول هاي الصفحات فعال عم بتفوت ومؤخرا فيهم؟ صرت فعال أكثر، طلع عم قرار نلاحظ. هلا، طلع القرار المركزي إنه بده يصير في فعالية أكبر وأوسع لأجل السوشيال ميديا يلي أنا موجود فيها، اليوتيوب صفحتي هي نيكولا الأوستا نعم كلها،
انستغرام كمان نيكولا الأسطى، عندي كمان تويتر وعندي تيك توك، كلهم موجودين واللي بتابعهم عم بيشوف انه عم بيكون عم بينزل الكونتنت تبعهم مثل ما انا بدي نزله، يعني ما عم بكون اذا بدك لانه تيك توك بتعرف يعني هالفتره طبعا. عم بيكون الاشخاص اللي بيجيبوا ترند شوي بيطلعوا عن من حالهم شوي اكثر، بيصير في نوع من شيء ما بيشبهنا، إبر. ما شيء ما بيشبهنا، في شيء على تيك توك تحديدا ما ما بيشبه بيشبه شوي مجتمعاتنا للصراحة يعني. هلا مجتمعاتنا كل انسان مسؤول عن تصرفاته، انا عم بيكون تيك توك وكلهم بيشبهوني حلو. وانا مثل ما بحب بين بكل بساطه يلي هي هالنعمه اللي اعطاني اياها ربي صوتي ومش باخل علي ابدا بشكلي، وعندي عائله عم تكبر، ما بحب اعمل شيء خارج عن نطاق الـ حلو. الـ الاخلاق والتهذيب، وكل اللي كل بيت عربي بيتمنى انه يشوف بدون ما يعمل سكيب ويقول ما تطلع هذا الشيء يا عيب الشوم. لا لا لا، انا ولو كانت المسيره شوي ابطا من غيرها ما عندي مشكله ابدا، انا بهمني هالصوره اللي بنيتها لحالي، ولو بدت توصل لي لملايين ترند ومدري شو، اذا بده يكون تختلف عن اللي بنيته بصورتي بكون انا ما بسوى بحق حالي وكبيت كل شيء عملته، وانا كل شيء عملته بنيته عن قصد مش عن غير قصد، مش بالصدفه يعني. حلو كتير استاذ نقوله. هلا قلت لي انه بهي الفتره صار في استديو خاص بنقول القصه، صحيح؟ صحيح يعني هلا صحيح. فينا نقول انه انت تجاوزت شوي مشكله الانتاج الاغاني الخاصه فيك، يعني صار هلا كله حيطلع انتاجك الخاص، انه اذا في استديو خاص ولا لا لسه في انا ما صعوبات؟ قلت انه الانتاج، ما عندي مشكله انتاج، انا عندي مشكله تسويق. اها الانتاج ما بعمري يعني، انا من اول ما بلشت طريقي الفنيه عملت كذا البوم وكلهم من لحالك. انتاجي وانا ادفع وما عندي مشكله، هي التسويق مشكله نقول القصه عامة عم بتكون هي تسويقية. وليش يعني في ناس بيقولوا أغنياتك، بقول له أنا طب سمعت هالأغنية هالأغنية، بيقول لي واو شو لك هودي ما بعرفهم معنى الحكي. التسويق هو كان المشكلة الغلط أو الأساسي بمسيرة نقول القصة. نعم. إن شاء الله هلأ مع السوشيال ميديا ما أتكل على حدا من الأشخاص اللي عندهم هالمنابر يلي بيحبوا هني كتير ياخدوا سبق وطلبوا مني تنازلات وقت كنت شاب أكتر. بعدني شاب أكيد يعني، طبعا طبعا. بقى إيه إيه بقى خليني أنا أقرر قراري بدون ما أخذ رضا حدا، أشياء بتنقال وأشياء ما بتنقال. نعم استاذ نقولة، هلا قلت لي اخر اغنيتين نزلت لنا اياهم هي كانت من الحانك وما بتسال من نعم. كلماتك والحانك. صحيح. كيف شايف جيل هالشباب الجديد بالكتابه والتلحين؟ شو رايك ليكي فيهم؟ في في اسماء اشياء عم كثير تلمع. حلوه، في اشياء كثير حلوه، انا استغرب بقى. يعني استغرب شوي طبيعه الكلمه اللي كنت قلت لك عنها انه هي عم بيقولوا السهل الممتنع، في اشياء ما فيها لا قافيه لا وزن وعم بتكون موجوده وعم بيتقبلوها وعم بيسمعوها، حتى الشعراء عم بيستغربوا انه كيف نحن بدنا نكفي بهالنيو فيجن تبع طريقه الكتابه يلي هي شوي طالعه عن الترند، عن الترند يلي كنا معودين عليه. نعم. يعني كثير اغنيه ما بدي سمي لحتى ما اكون عم صوب لحدا، بس لا فيها قافيه لا فيها وزن، وبتحسي انه هالجيل الجديد عم بيتقبلها، صار يمرق كل شيء. شفتي كيف هذا العصر صار يمرق كل طب شيء ما في هيك إلى اسم حد ملحن شاب أو كاتب لفت لك نظرك أستاذ نقولة؟ حسيته أنه ممكن يعني هذا الشخص موهوب؟ اوه ما حسيت كثير في أنه موهوب. في أسماء لكن رسمة؟ بلا بلا بلا، انا من الاشخاص يلي بعطي كريدت وبحكي، واذا سمعت شيء على الراديو بتلفن بهني، اذا كان في شيء مقابله وبيعرفوا كتار من زمان، كان في بعتقد كانت كارول سماحه على احد التلفزيونات، ما تاخرت تلفن له واعطي رايي على الهواء، عملت شيء لفتني حتى يعني انا ما بتاخر ضوي على الشيء الحلو لانه ضد الظلم، ممنوع الظلم بحياتي. في فترات ببداياتي انظلمت، في فترات حتى لهلا في بعض المطارح في ناس بعدها بتكتشف فيه بيقولوا لي واو صوتك روعه، وين كنت؟ صار لي صار عمر. 25 سنه بالفن. يعني الظلم يلي لحقني ممنوع يتنفذ من قبل احد. بقى كل شيء حلو بقول عنه، وفي هلا بالاسماء اذا بدي اسمي واحد في مقابله 10، اسمحي لي ما اقول اسماء، بس هيدي الحاله في كتير اشياء حلوه عم تطلع هلا،
شباب صغار، حتى في شباب مش كتير صغار عم يتماشوا مع الواقع هلأ وعم يعملوا إشي حلو، يعني لحتى ما سمي، ما بدي فوت بالتسميات. حلو كثير استاذ. الاولى هيك من متابعتي اكيد للقاءات يلي بتعملها، حاولت كثير لاقي لك راي عن البرامج يلي عم بتخرج مواهب هلا، شو رايك فيها؟ شو بدك؟ بدي رايك فيها، وخاصه انه انت خريج الذهبيه من برنامج يمكن انا وقت اللي خلقت يعني ما لحقته، يعني قديش وبعرف عنه وبعرف تفاصيل الاشخاص يلي كانوا موجودين فيه. صحيح. شو رايك بهالبرامج الجديده؟ هي فعلا عم بتقدم نجوم؟ ليكي بالنهايه هاي البرامج اساس هو البرنامج هو اللي تعبئه هواء على احدى المحطات او هيدا العنوان. هلا نخرج نجوم، النجم هو بيكون موجود ومصقول، هالبرنامج بيسلط الضوء عليه اللي هو الاعلام، اهم شغله هلا شو عم بيصير هو الاعلام. صحيح طبعا، يعني طبعا. اذا الواحد ما سلط الضوء على اي شغله، قادري على مسرح انت تعملي سبوت واحد على ممثل واحد وتعتمي على الكل، هذا الممثل الواحد بياخذ الكريديت، هوديك ما بيبينوا مع انه هن مثلهم مثله، يعني بقى الاعلام شغله مهمه. انا بالنسبه لي يلي عم بيطلعوا ببرامج فنيه بيبين نجم وبيكون حوالي 20 أو 30 نجم كلهم ما بيبينوا في ظروف معينة، ما فيك تسلط الضوء أكثر من واحد، بينظلموا الأشخاص، يعني بتظلم كثير وبتنصف واحد أو ماكسيموم اثنين. نعم. يعني وخاصة هالعصر اللي عايشينه هيدا نحن هلا يلي هو يتكل على تصويت الجمهور. يعني مصر، دولة مصر العربية مثلا يلي فيها بلد المئة مليون، نعم يلي بعطي تحية كبيرة لكل طبعا. مين عم بيشوفنا هلأ مصري، انه ما فيك تقارني مع نجم بيطلع من لبنان في اللي عنده 5 ملايين مع الانتشار برا بيطلعوا لهم مثلا نقول 20 25 مليون. 100% طيب صحيح. وقت الشعب بده يصوت عم بيصوت عاطفيا اكثر من مقدرة للي للشخص اللي عم بيستحق. بيغني، صحيح. لأنه ينتمي إلى عرقه، ينتمي إلى بلده. طبعا هيدي صار في ظلم. نحن وقت طلعنا باستوديو الفن، يعني الله يرحم اللي راحوا، كان في لجنة حكم عم بتقرر، بنطلع هيك ولد واقف هيك لحاله وفي لجنة حكم بتقرر 100% شو عم بيقول هالزلمة هيدا. هيدي كانت رونق الامتحانات ورونق الكومبيتيشنز، حتى الواحد إذا طلع عم بيطلع يعني مع وقت الله يرحم وليد غلمية، الله يرحم زكي نصيف، الله يرحمه، عم تقولي أسماء يعني ممنوع يمرق الغلط معهم، شفتي كيف؟ صحيح. بهذا الوقت نحن طلعنا، بالرغم من أنه الجو كان أحداث ومشاكل يعني، ولو ما هالإصرار على الاستمرار، يعني أنا مقتنع من شو موهبتي اللي بلشت فيها ومستمرة، وهلأ الأراد الأشياء اللي بدكم تشوفوها جديدة رح تعرفوا أنه في خلف هالموهبة في إصرار. نعم. إصرار طبعاً. هذا بطلب من كثير من الفنانين المبلشين ما يفوتوا بالسهل بس لحتى يكونوا أنه انتشروا. ما هودي في بتطلع بمرايتك إذا كنت أنت فنان حقيقي، ولو كانت الغنية ناجحة بتقولي كيف نجحت الغنية، ماشي الحال، ما بتكون مقتنع. قديش حلو أنك تكون أنت مقتنع باللي عم بتقدمه بمضمونه لحتى يوصل هالقد حلو، لانه بالنهايه مهما لبسنا جينزات مخزقه وبينوا فخادنا من هون وخبريه، بتضل بدله السموكينج بتكون هي الرئيسي. طبعا قد ما لبسنا جينزات مخزقه بقى بنلبس شوي بس نضل محافظين على الاصاله. استاذ نقولها انت تخير تواصلنا معك قديش انا سعيده فيه. تحضيرات حفلات في شيء هيك قادم قريب رح تعمله نقول القصه حيوصل لجمهورك؟ اكيد اكيد عندنا هلا في عندنا تحضيرات لخارج لبنان، لانه بتعرفي الواقع بلبنان هلا شوي الشغل بيكون فيه اثبات وجود اكثر ما هو حفلات للعمل، يعني للواحد يعمل انتاج، لانه فرق العمله كثير ماشي مثل المطحنه يعني. صحيح. ومهما الواحد طلب هلا بده يصير انه يصير مدولر البلد، بس للاسف يعني ما المداخيل عم بتكون مش بالدولار والعالم بده يدفع بالدولار، يعني في مشكله. ونحن بشغلنا منا حاجة، يعني شو والله غني لي دخيلك لعيش، لا طعميني لعيش، طببني لعيش. بقى الفن بلبنان شوي بعده تسويق، يعني بحفلاته خجول إلى حد ما،
برا عندي كذا حفل الله راد، عم يصير في اتصال بكندا، اتصال من كندا، من حلو. امريكا، من البحرين، من كثير مطارح، لحتى نقدر يكون عندنا حفلاتنا لنكفي فننا مثل ما لازم. حلو كثير استاذ نقول شكرا كثير لك. حبيبي اسمح لي بس بالاخير اطلب منك طلب انه ختام هالحلقه تكون باغنيه هيك توجهها لكل جمهورك بسوريا يلي اشتاق لك ويلي محب لك. وبدي اقول لك انا اكيد انا كثير سعيده بهذا التواصل. شكرا كثير لك استاذ نقول الاصدق. بيسعدني، انا بيسعدني كثير، وتحيه كبيره لكل طاقم العمل ولحضرتك. شكرا، وان شاء الله نكون هيك مثل نسمه خفيفه مرقنا مع الناس اللي عم يحضرونا. وبقول لهم انا بصوت زكي نصيف، بقول لهم تفضل. واشتقنا كثير يا حبايب نمشي دروبنا سوا، مهما يصير يا حبايب رح نتلاقى سوا. غبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوى، الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا. يا هلا يا هلا، طلوا طلوا نجوم نجوم عم بيهلوا، بالحلا زادوا حلوا نغمشات الهوى. يا هلا يا هلا يا هلا، بالحلا زادوا حلوا نغمشات الهوى.